السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا متتبعي قناة الصدقة الجاية مع الزموريا روكا دي إيطاليا. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب العالمين. إن شاء الله نتوما وأهلكم وأحبابكم جميع جميع يا رب تكونوا بخير وعلى خير. وأهلا وسهلا بعالم الرجال، أهلا وسهلا بعالم الشباب. اتصلوا بي عدة شباب، فأهلا ومرحبا بكم في هذه القناة المتواضعة، قناة تبادل المعرفة، تبادل الأفكار، تبادل بعض النصائح. فهذه القناة منكم وإليكم، فأهلا وسهلا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، فأنتم أهل الشرف وأهل الوفاء وأهل الإخلاص. فأهلا وسهلا بكم. إن شاء الله اليوم بغيت إن شاء الله نخدم واحد العصير عمرني ما درته أول مرة غنديرو بالطريقة اللي قال لي الزوج. عمرني ما درته ماي ماي ماي. هو عصير العنب، العنب المجيع. سبق لي قلت لكم بأن العنب راه كالتو لينا واحد نوع ديال الفراخ اللي فيه البيض والكحل من الفصيلة ديال الغراب، كاين موجود هنا كثير عندنا في روكا. وسبحان الله العظيم، واخا انا دايرين الشباك، دايرين شباك مغطين داك العناق ديال العنب، ولكن كالهم يعني كال داك الزوينين كاملين، خلي داك الصغيورين. هانتوما شوف كال كلشي، خلي داك الصغيورين داكشي اللي زوين، خلي داك الصغيورين. هانتوما شوفوا واش خلى لينا البقايا. معنقود. المهم هذا عنب راه الحمد لله ما مداويش، راه بيو، راه ما مداوي ما والو، صب عليه امطار الرحمه والمغفره من عند الله سبحانه وتعالى. والعنب راه عارفين الفوائد اللي فيه، سبحانك ربي، فوائد جمه 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 عديده، وخاصه العنب كله، خاصه العظم اللي فيه الداخل، داك الحبات اللي فيه الداخل، سبحان الله مفيده 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 جدا جدا جدا. ان شاء الله مره اخرى ندير لكم فيديو ونهضر لكم على الفوائد ديال ديك، على ديك الفوائد ديال دوك العظام ديال العنب لي سيمي ديوبا. اش كنقولوا لهم؟ الزريعه ديال العنب. الزريعه ديال العنب هذه اللي كتكون هنا لداخل، هذوك العظيمات اللي كيكونوا لداخل. غنهضروا ان شاء الله على الفوائد ديالهم، ان شاء الله نخصص لهم فيديو باش نهضر لكم على الفوائد التفصيليه، باش من الان فصاعدا غتوليو تاكلوه ماش تبقاو ترميوهم نهائيا ان شاء الله. هذا عندي ما فيش العظومه بزاف بحكم انه صغيور، غناخذ ان شاء الله نقيه وكل شيء، وغادا نحاول نطحنو، وانا غنقول لكم الطريقه اللي قال لي الزوج نديرها ان شاء الله نخدمها معكم. نبداو على بركه الله، بسم الله على بركة الله. بكل بساطة غنحاول أنني نحيد هاد العنيبات وغنديرهم في الطحان الكهربائي. سبحان الله، حلوين حلوين بزاف، حلوين بزاف عاد، صغيورين وحلوين بلا عظم بلا والو. غنحاول اننا وندردشو كذلك مع بعضياتنا، فاهلا وسهلا بكم. وما تنساوش اخواني اخواتي جميع، دائما نبتدئ ببسم الله في اي عمل، بسم الله باش يكون فيه الخير والبركه والخير العميم. ما نساوش كذلك اننا الا كانت عندنا اشغال كثيره نقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدقوني ربي راه غادي يعاونكم في ديك جميع الأشغال، غتكملوها بواحد الوقت وجيز، واحد الوقت جواجيز. وراه عدة إخوان اللي اتصلوا بيا وقال لي زموريا عندك الحق، وأنا هادشي راه ماشي كنقولو أنا جيبه من راسي، هادشي راه خبرنا به حبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هو اللي اخبرنا وقال لنا بان لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، بانها كتداوي الاسقام. فيما معناه بانها كتداوي الاسقام، وبانها كنز من كنوز الجنه،
وما احوجنا الى الكنوز. شوف كنوز الدنيا كيف دايره، كيف الانسان كيتلهف باش يوصل ليها، بالاحرى كنوز الجنه، والجنه اللي لا عين لا فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت، يعني واحد الاشياء اللي فوق من الخيال ديالنا، فوق من التوقعات ديالنا. لذلك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، راه تداوي الاسقام. وكذلك الله سبحانه وتعالى كيعطيك سبحانه وتعالى كيعاونك على جميع اعمالك اللي كتقوم بها. فما احوجنا لهذا الخير، فما احوجنا لهذا الخير، فما احوجنا لهذا الخير. غنكمل هذا الشيء ان شاء الله ونتلاقى. ها هو العنب ديالنا، درته في الكاس ديال العصير، غنزيد عليه شويه ديال الماء، الماء الغازي، باش غنطحنو، وغنزيد فيه شويه ديال السكر باش نخرج الحلاوه اللي فيه. هو ديجا حلو ولكن غندير فيه شويه ديال السكر باش نخرج الحلاوه، حنا بغينا تكون حلاوه طبيعيه. وغادي نطحنو. النصيحه اللي غنصحكم احبابي كاملين، النصيحه اللي غنصحكم الا طحنتوه في ديك اللحظه شربوه، في ديك اللحظه شربوه. علاش؟ لانكم لو بقيتو تخليتوه شي شويه، خليتوه مثلا ربع ساعه عن ساعه، غادي تخمر وغادي يطلق ديك المواد ديالو فيها كامله. صدقوني الا شربتوه من بعد غادي ياثر لكم على الدماغ، وغتقدروا تدوخوا، غادي يقدر يجيب لكم النعاس، غتقدروا تدوخوا، غتقدروا، لانه بدا كيطلق في داك الشيء ديالو، داك التخمر ديالو، ديك البكتيريا ديالو، داك الشيء ديالو اللي كيأثر شويه على الدماغ. اذا يتطحن يتشرب سير بلاس، يتطحن يتشرب في ديك اللحظه، يتطحن في ديك اللحظه وتشرب في ديك اللحظه. هذه نصيحه مني ليكم، بحكم انا عمري ما درتو على هذا السبب، عمري ما درتو، ولكن نصحوني ناس اخرين قال لي لا راه كيتطحن وتشرب في ديك الساعه ما يكونش عنده تاثير نهائيا. اما باش تطحنوه تخليه تكون خليه شويه في الثلاجه يبرد ولا هادي ولا يكذب عليكم كاد، بغيتوه يبرد ديروه النب الاولى، العنب ديروه في الثلاجه حتى يبرد، عاد نقيوه وديروه باش طحنوه. اما باش تكون خليوه شويه يبرد، نخليوه شويه تيولي زوين في هذاك في المذاق، تيطلق داكشي، صدقوني غادي تطلق ديك المواد ديالو، وديك المواد ديالو كتطلق مجرد ما كتشربها كتاثر على الدماغ، غتحسوا بالدوخه، غتحسوا بانكم غادي يجيب لكم النعاس، يعني اشياء كثيره. لذلك نصيحه 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 نقولها لكم نكررها، طحنوه وشربوه في سير بلاص. هذه هي النصيحه اللي غنقول لكم. غنمشي نطحنوا دابا ان شاء الله ونتلاقاو.